ماتش بون ما كان سهل، ماتش صعيب صحيح، فما نمر بفترة صعيبة لازم نخرج منها بأي صفة. الحمد لله نحن نخدموا على رواحنا والباقي إن شاء الله مازال قدامنا ماتشوات، كون نصلحوا رواحنا الأغلاط اللي نعملوا فيها نصلحوهم ونسيريو إن شاء الله ماتشواتنا الجايين، إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله.